نشوف شهادة الدكتور حازم الببلاوي فيها معلومات مهمة جدا عن انه كيف تمت عملية فض الاعتصام، كيف اديرت هذه العملية، وسؤال اخير، هل انت مرتاح الضمير من عملية فض الاعتصام ام لا؟ علق بفض الاعتصامين، هل كان مجلس الوزراء بالكامل متفقا على الاسلوب ولا كان في اعتراضات من قبل البعض؟ شوف، القرار الذي اتخذ في 30 يوليو اتخذ بالإجماع. لم أرى صوت تكليف وزير الداخلية لاتخاذ كل ما يلزم لإعادة الأمن في الشارع المصري وفض مع مراعاة الدستور داخل الوزارة. لا أذكر أن واحد رفع إيده معترضا أو، بس القرار اللي اتخذ في مجلس الوزراء قرار سياسي. هذا القرار حتى ينفذ ينبغي ان يتبلور في خطه امنيه. هذه الخطه الامنيه يقوم عليها الشرطه والقوات المسلحه. ودوا كان بيتم مناقشته في المجلس الاعلى للدفاع. المجلس الاعلى للدفاع ناقش هذا الامر، ووزير الداخليه بالتعاون مع القوات المسلحه وضعوا الخطه. يعني مثلا من الافكار، لانه احنا مش خبراء في هذا الامر، بدات تجي لنا افكار، طب ليه ما نبتديش مثلا بحصارهم لمده اسبوع، واذا ما عملوش ننتهي بعد ذلك الافكار. وزير الداخليه قال لي ما ينفعش كده، مش عارف، انت الحصار تقدر تبتدي تعرف موعد بدء، لكن لا تستطيع امتى ينتهي، لانه لو انت حصرت وناوي تحاصر لمده اسبوع واطلقت عليك النيران لابد هتدافع ويتم الفض. فانت يوم ما تبدا الحصار يجب ان تكون مستعد للفض، لانه ليس في يدك الانتقال من هذا الامر. ففي مجلس الدفاع كان هناك مناقشات ايضا على النواحي الفنيه، تطبق ازاي ومدى مساعده القوات المسلحه لقوات الشرطه. بالنسبه للتوقيت في اخر يوم، طبعا لما اتجه الامر لاتخاذ القرار بالحسم، كان في اجتماع هام في المجلس الاعلى للدفاع، كانت الاراء مش على الفض او على التوقيت. الدكتور البلدي كان بيرى لابد من اعطاء فرصه اخرى، والغالبيه كانت على الراي العكسي. الدكتور البلدي فقط هو الذي طلب بمنح مهله زمنيه اخرى. ولكنه لم يكن رافضا للفض. لا، ما حدش يقبل ان دوله في عاصمتها جماعه تقيم تجمع مسلح تمنعك من الدخول وتمنعك من السيطره. الدوله معناها ايه؟ الدوله تسيطر على كل الاقليم. فاذا جاي واحد قال لك لا الحته دي بتاعتي، يبقى ده خروج على الدوله، ده شق للدوله. انما هذا امر غير مقبول. السؤال يفض ازاي؟ بالتفاوض، بالوساطه، بالكذا، في الاخر استخدم القوه. بس امتى الاخر؟ هنا بقى تختلف الاراء. طيب، خطة فض الاعتصام هل كان للحكومة دخل بها؟ يعني هل اجتمعت الحكومة لوضع هذه الخطة أم هذا عمل حكومة اتخذ قرار سياسي بإلزام وزير الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة لاتخاذ كل ما يلزم لإعادة الأمن في الشارع المصري وفض الاعتصامات مع احترام الدستور والقرار. خطة وضعها وزارة الداخلية بالاشتراك والتعاون مع وزارة الدفاع، ثم جه بقى لحظة الحسم عقد قبلها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع واتخذ القرار. ليه فض الاعتصام والساعات الأولى من فض الاعتصام؟ هل كنت تتابعها؟ كيف تابعتها؟ طبعا، يعني كان معروف إنها هتتم بعد العيد مباشرة. وكان اجتماع مجلس الوزراء بيبقى يوم الاربعاء، واجتماع المجلس الاعلى للقوات الدفاع كان اظن يوم الاحد او الاثنين على ما اذكر. وانا خشيت طبعا لما اقول اتخذ بقى القرار اليوم الساعه كذا، دي مساله فنيه هتتم وحتى مش قابله. فانا خشيت ان يجتمع مجلس الوزراء وما يكونش تم الفض، لان في ذلك الوقت كان ممكن قوي.
يحصل استقالات في النادي السعودي. فأنا حرصت يا جماعة يحصل استقالات احتجاجاً على التأخير. على التأخير. فأنا طلبت من 3 أو 4 من الوزراء اللي كنت أشعر إنهم لن يقبلوا إن المسألة تتأخر. في 3 أو 4 كانوا أكثر حماساً. أكثر حماساً لأنه المسألة ما تستاهلش. مين يا دكتور؟ يعني بنعدد يعني الشهادة. اللي أنا أذكر منهم كان دكتور البراي وكان دكتور حسام عيسى. فأنا جبتهم هم مخصوص قبل، لأن قلت لو جه مجلس الوزراء فيبقى لهم القرار يتخذ بالساعة 0، إنما ساعة 0 تعديتها فنيا علشان ما تجيش يوم الأربعاء. فأظن الفضل تم في اليوم اللي كان يوم الأربعاء. فالمهم يعني أنا بقول لك إنه أنا كان عندي الشعور إنه وصلت الحالة إذا لم يتم الفضل في ذلك الوقت الأمر قد يخرج عن إطار السيطرة. لما تم الفض في الفجر كلمني وزير الداخلية قال لي بدأ الفض لربع العدوية، وأظن في خلال نص ساعة أو ساعة لربع ساعة 7:30 كان انتهى الفض. فاتصل بي وقال لي بتاع النهضة. النهضة تم فضه سريعا في خلال ساعة. فأنا كان توقعي إذا كان دوان أخذ ما بين 30 و35 دقيقة 40 دقيقة إنه ربع العدوية على الساعة 1 هتكون فضت. فربع العدوية 1 2 3 4 أنا كنت في غاية القلق، غاية القلق لا تتصور، لأنه كان عندي إحساس إنه لو مر اليوم دون أن رفض ربما النساء كانت تتكلم على الجندي من الشرطة قاعد 24 ساعة. فإذا ما كانتش هيتم الفض في نفس اليوم لا أحد يعرف ماذا كان يحدث بعد ذلك. فهي أنا كنت في غاية القلق على أن يتم المسألة قبل نهاية اليوم، ومدرك إنه إذا جت نهاية اليوم بدون فض ربما القوات الشرطة يتصب بالانهيار. واحد بني آدم مهما كان يقدرش يقدر يقف أكثر من 24 ساعة في حالة توتر شديد. فهي كان أكثر قلقي هو أن يمضي هذا اليوم دون أن تتحقق النتيجة اللي احنا نصب عليها وهي فض. طبعا معرفة حجم الضحايا تمت في اليوم التالي. طبعا مسألة فيما يتعلق بالضحايا شبه خصوصا في الرابعة شبه كثير من الأقوال والشائعات، كانت الأمور مش منتظمة وقيل إنه كان في جثث موجودة بالفعل، مش بس جثث موجودة ومتكفنة. يعني الإخوان هم الذين يعني كانت موجودة قتلوهم يعني، وبعدين في ناس خرجوا من راحوا المشرحة وفي ناس ما جوش من المشرحة وفي ناس جت من الأقاليم. فكان هناك نوع من الارتباك في معرفة الأرقام الحقيقية. طبيعة الأحوال اللي نزلوا الأرقام في رابعة أكتر بكثير منها في النهضة. بس في وقتين مهمين لازم أقول لك عليهم، إن في الحالتين لما تم حصار النهضة أو حصار رابعة العدوية، حصار تم الأول وأعلن بالميكروفونات إن تم الحصار والمطالبة بالخروج الآمن، في الحالتين تم إطلاق النار من الداخل على قوات الشرطة. يعني بداية إطلاق النار وبداية تحول العملية من عملية محاصرة والمطالبة بالخروج الآمن تحولها إلى عملية تبادل إطلاق النار، أول ما صدر إطلاق نار في الحالتين صدر من المعتصمين وأصيب عساكر الشرطة. أول من أصيب في الوقتين كانوا من الشرطة في الجانبين. وزير الداخلية بتكلمه وأنا الآن أنا في اليوم الأولاني بقول لك وأنت شاعر إذا ما تمتش هذا اليوم
ما تعرفش ايه المصير، ما تعرفش ايه المصير، ممكن يعني ندخل على كارثه، ممكن كل حاجه. فاللي اخر هذه العمليه انه كان في مبنيين عمارتين بيتبنوا في رابعه لسه خاليين، فركبوهم المعتصمين وبالآلي بيضربوا على القوات اللي بتهاجم، واحيانا ضرب العصاب حتى. فانت بتتكلم على معركه لابد انها تنتهي، وبتستخدم الاسلحه الاليه يعني مدافع وحاجات زي كده، الى ان تم السيطره على المبنيين دول وتم القبض. بس هنا ده يدخلني من الذي قتل؟ يعني هنا لما يبقى في ناس تعتلي الاسطح، اذا يمكن ان يكون الضحايا من اطلاق يعني لا تستطيع ان تحدد من الذي قتل في ظل هذا الوضع. صحيح. لا بقى العملية فيها ارتباك شديد، و بس قلت لك الواقعة الأساسية في هذا الأمر في الحالتين أنه عندما تم الحصار بدأ إطلاق النار من داخل المعتصمين، سواء في ميدان النهضة أو في ربع العدوية. فيعني هذا الأمر لما تبتدي عملية من هذا النوع بإطلاق النار، رد الفعل بالنسبة لقوات من الصعب إنك تحكم، مش مستحيل، لا من الصعب إنك تحكم. جماعة الإخوان كعادتها يعني هنا تحملكم لما بتسمع هذا الكلام من إنه تحملكم مسؤولية الدماء التي سالت، يعني حتى هم لما أقاموا دعوة تم رفضها بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية، فهنا يختصمون حكومتك ويختصمون عددا كبيرا من المسؤولين ويحملونهم مسؤولية الدماء، الدماء في عنق الدكتور الببلاوي وغيرهم. أمام هذا الكلام ماذا تقول؟ أقول إنه أنا مسؤول في النهاية قدام رب العزة، وهو اللي هيحاكم الناس على ما ارتكبته من أخطاء. لا تنسى انه في احيان كثيره انت بتضطر انك تقوم باعمال يترتب عليها ضحايا حمايه لناس اكتر كان ممكن يحصل عليهم ضحايا. يعني فالحروب لما بلد بتتعرض للهجوم من بلد تاني بتبعت اولادها عشان يدافعوا عنها، لما اولادها بيدافعوا عنها بيموت منهم اعضاء. مش تقول لك ان انا رميت اولادي لانك حميت ابناء الشعب كله. فدي قرار صعب، قرار صعب انك تشوف اي دم مصري سواء كان في داخل الرابعه او خارجها يسيل، لكن في الاخر انت بيهمك ما تعتقد انه المصلحه الكبرى، وفي رب العباد اللي هيحكم. انما لو عايز في نهايه الامر كل واحد مسؤول امام ضميره. وانت مرتاح الضمير 100%؟ لما جيتوا قيمتوا الموقف في مجلس الوزراء بعد ذلك وناقشتموه بعد كل هذه النتائج، هل اعترض البعض على انه نتائج الفض سالت فيها دماء؟ هل حدثت مناقشات صعبه؟ لا، بس كان الرغبه في انه تظهر الحقائق بشكل منصف، ولذلك احنا طلبنا من المجلس القومي الإنسان إنه يشكل لجنة ويبحث هذا الأمر. إحنا نريد أن نعرف الحقيقة في نهاية الأمر، مش علشان نبرئ نفسنا، علشان إذا كان في أخطاء نتجنبها في المستقبل، إذا كان في أمور خارجة محاسب عليها، إذا كان واحد خرج عن الأوامر المعطاة. فالإنسان بيعمل القرار، بس عليه إنه بعد ذلك ما تتم العملية يبحث ظروفها، علشان اولا يتعلم في المرات السابقه، واذا كان في اخطاء ارتكبت يعاقب اصحابها. وفعلا وانا لغايه دلوقتي بارى انه هذا الامر يحتاج الى مزيد من البحث والتنقيب، على اساس مش بس نقول مين الجاني ومين المظلوم، انما على اساس انه لا تستطيع انك تتقدم الا اذا كنت بتستفاد من خبرات الناس. دي شهادة رئيس الحكومة
وقتها الدكتور حازم الببلاوي، كيف تمت عملية فض الاعتصام، كيف تم التخطيط والإعداد لها، كيف تم تكليف وزير الداخلية بها، وقال كمان أنه كان في اقتراح يعني أنه يتم حصار الاعتصام، لكن وزير الداخلية قال لا مش هينفع، لأنك لو عملت عملية حصار للاعتصام لو أطلق عليك الرصاص من داخل الاعتصام فلا بد أن تحمي نفسك ولا بد أن تتعامل مع ذلك، بالإضافة إلى أنه المعلومات اللي كانت بتؤكد أنه الاعتصام امتلأ بالأسلحة كان لابد من فض الاعتصام. دي شهادة رئيس الحكومة وقتها، رئيس السلطة التنفيذية، وبالتالي شهادة الدكتور حازم الببلاوي في غاية الأهمية حتى نكمل معكم الصورة.